السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شيخنا الجليل، بالنظام المقبور أحدث بعض الحروب مع إيران مع الكويت في وقتهم، أصبح كثير من الشهداء العراقيين. بالوقت الحاضر بعد سقوط النظام، بالوقت الحاضر اجت الحكومة الجديدة، فقالوا ذولا قسم منهم من كانوا في إيران وكذا المسؤولين أو في دول ثانية أصبحوا مسؤولين الآن، يقولون ذولا ما يعتبرهم شهداء. فبعض العوائل، أنا زرت العراق قبل كم يوم، بعض العوائل قالوا وصل هذا الكلام للشيخ، يعني مثلا الحجة أو المسوغ الشرعي ذولا ما يعتبرون شهداء. حتى قسم، أنا لو ما موجودة كاميرا كان ذكرت أن بعض الوزراء قالوا ذول أصلا مو شهداء اللي سقطوا في حرب العراق وإيران. شرائط اعتبار المرء شهيدا في مثل هذا الزمان أن تكون الحرب التي يقاتل فيها إن كانت ابتدائية لا دفاعية أن تكون تحت راية إمام معصوم عليه السلام أو أحد نوابه بالحق، أو شورى الفقهاء على من يذهب إلى رأي شورى الفقهاء المراجع. فإذا لم يكن هذا الإنسان يقاتل تحت هذه الراية فليس شهيدا على الإطلاق. ولا شك أن الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا تحت راية صدام التكريتي فهؤلاء ليسوا بشهداء، هذا لا شك. إذا قيل أنهم إنما فعلوا ذلك اضطرارا تقية، إذ إنهم إذا لم يمتثلوا للأوامر كانوا سيقتلون، كان الجواب إن تكليفهم الشرعي أن يمدوا رقابهم إلى السيف ويقتلوا، لأنه عندنا نصوص شريفة كثيرة في هذا المعنى، من بينها قول الصادق عليه السلام إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. المفهوم من هذا الحديث الشريف أنه التقية تجوز لك في حالة ما تحقن بها دم أخيك، أما إذا كان عملك بالتقية موجبا لهدر دم أخيك لا يجوز، لا تقية في هذا الموضع. مثاله حتى يقترب المفهوم إلى الأذهان، أنه الآن يأتيني صدام، لا الآن خماكو صدام، واحد آخر يأتيني ويضع مسدسا على رأسي ويضع في يدي أيضا مسدسا آخر، فيقول لي اقتل أخاك هذا، أخاك المؤمن يعني، وإلا قتلتك، لا يجوز الامتثال حتى من باب التقية، لأنه لا أستطيع أن التقية لا تبلغ الدم، ممنوع. فإذا أسقط المسدس من يدي وخلي هذا يثور بي، مو مشكلة يقتلني، أنا شهيد في هذه الحالة. فلو كان هؤلاء الذين كانوا ضمن الجيش العراقي والحرس الجمهوري والجيش الشعبي وإلى آخره، هؤلاء الذين تورطوا من الجانب العراقي يعني في الحرب العراقية الإيرانية، لو كانوا قد رفضوا الأوامر وقتلوا فهم الشهداء، كشهداء المقابر الجماعية مثلا، كشهداء الذين قتلوا في الانتفاضة الشعبانية، كالشهداء الذين هؤلاء. أما لا، هذا اللي رايح ده يقتل أخاه المؤمن من الجانب الإيراني، والله شنو أنه صدام أمرني، هذا لا، وقتل بعد ذلك، هذا مو شهيد. والعكس بالعكس، يعني الجانب الإيراني نفس الشيء،
هذا الذي رفع السلاح من الجانب الإيراني، لأنه الفقيه الذي على أساس أنه فقيه ما كان عادلا، فأمره بالحرب ما كان، يعني ما كانت حربا شرعية. فهنا أيضا نفس الشيء، إذا قتل، إذا كان هو المبادر يعني هو المهاجم، فهذا لا يكون شهيدا إلا أن يكون مستضعفا يعني مشتبها. وعامتهم هكذا يبدو من الجانب الإيراني، أنهم كانوا يعتبرون ذلك دفاعا، وهو بالفعل دفاع كان، لأن البادئ بالحرب كان صدام يعني. فهؤلاء كانوا يدافعون عن أرضهم وعرضهم، ومن مات دون أرضه وعرضه وماله فهو شهيد. فهؤلاء يمكن تسميتهم بالشهداء، أما من ذاك الجانب لا، هذا مشكل شرعا لا يمكن تسميته.